هنا الملاذ الآمن للمرء الهارب من ذاته المرهقة في آن واحد. هنا ملجأ الروح الباحثة عن مأوى يعصمها من طوفان النهارات وأثقال الليالي. هنا في المباركية التي بارك الله في أزقتها الضيقة فصارت بوسع الفضاء، ورضي عن ناسها الطيبين فجعلهم الأصدق في زمان جحد الصادقين وجار على الصابرين. هنا في المباركية يتجلى اللجوء الإنساني بمعانيه الآدمية النقية لا بقيوده السياسية الأممية البائسة. سلام على المباركية، أنموذج ديرة الخير والمثال الأصيل لبلد الإنسانية. رئيس التحرير العميد الأستاذ أحمد الجرلة وقد قرر الفرار ولو لساعة واحدة من أعباء حياته الصحفية اليومية، فكان اللجوء إلى المباركية.